حول مشروع مميز ومشروع إبداعي، وهو أيضا حل لمشكلات ممكن تواجه الإنسان. رح نتعرف على مشروع روبوت لإطفاء الحرائق مع القائم على هذا المشروع الطالب علاء سلامة من مدرسة الذكور فرعون في الصف 11 علمي. رح نتعرف على تفاصيل إيش الفكرة، كيف اشتغل على الموضوع، وهل حقق فعلا نتائج جدا ممتازة ولا كيف؟ يسعد صباحك علاء. صباح الخير خالد، صباح الخير هبة، يسعد صباحكم المشاهدين، جمعة مبارك علينا وعليك يا رب. علاء، فعليا بنشوف احنا امامنا في هذه اللحظات سيارة مجهزة بكافة التجهيزات اطلقت على المشروع روبوت اطفاء الحرائق. فعليا شو اللي خلاك انه بدي اشارك في معرض التكنولوجيا اللي صار في الفاضلية بهذه الفكرة؟ صحيح، انا شفت حسب الحرائق اللي بتصير عندنا بفلسطين انه تصير كبيرة وحرارتها ممكن تأثر على رجال الدفاع المدني وتضرب حياته، فانا فكرت ليش ما اعمل اشي روبوت يحل مكانهم في الاطفاء. فعملت على مشروع عبارة عن روبوت نتحكم فيه عن طريق الموبايل وعليه مستشعرات مشان ما يأثر عليه في الحريق، مثلا عليه مستشعر المسافة، إذا كان في حاجز أمامه لمسافة معينة بتوقف تلقائي. في عليه حساس حرارة، إذا ارتفعت درجة الحرارة عن الحد المطلوب يصير يرجع تلقائي بدون تدخل السائق أو قائد المركبة. يعني حتى لو بدنا إحنا نخفف على رجال الدفاع المدني برضو أنت يعني عامل احتياطاتنا نخفف يعني برضو على الروبوت. وعليه مجهز بكاميرا واي فاي بتخلي رجال الدفاع المدني يشوفوا تغطية مباشرة للحريق، مشان حتى لو كانوا بعيد عنه وما قدروا يقربوا عليه من أثر الحريق يتحكموا فيه عن بعد. حلو، جميل جدا. كم خرطوم مياه بيشتغل هذا الروبوت؟ خرطوم واحد بيكون في المقدمة الأمامية زي ما شايفين وبتحرك بزاوية 90 درجة. طيب فعليا علاء، يعني صدقا الفكره كيف ظهرت معك؟ هل من خلال بحثك عن افكار او مشاريع، ولا انه شفت شيء ممكن فكره صغيره وانت حاولت تكبرها؟ السنه الماضيه اشتغلت عليها وما شاركت السنه الماضيه، هاي السنه طورتها واشتغلت عليها والحمد لله. كيف كانت المنافسه لما انت شاركت في معرض؟ واكيد في هناك مشاريع اخرى، كيف كانت المشاريع الاخرى وكيف كان هذا الروبوت هو منافس للمشاريع؟ في كان 95 مشروع في المعرض امبارح في الفاضلية وسوء الحظ ما فزت يعني في المعرض. طبعا ألف ألف مبروك للي فازوا في المعرض، تأهلوا أربعة مستوى الوطن. نعم. طبعا احنا لازم نعتبر انه الكل فايز، ليش؟ طبعا. لانه الكل ابدع والكل اشتغل على هيك مشاريع، يعني ما في حدا من فراغ هيك اجى على المعرض، الكل اشتغل وابدع. جميل جدا. طيب فعليا علاء، قديش استغرق معك وقت للتصميم؟ حكيتنا العام الماضي وفي افكار وفي دارات وفي تحكم. صحيح. من وين جلبت هاي المعلومات؟ مين ساعدك وكيف طبقتها على ارض الواقع فعليا؟ طبعا اول شيء كل الشكر لوالدي وامي اللي ساعدوني ودعموني، وساعدني الاستاذ محمد سلامه والطالب احمد عبيد على تجميع الروبوت، لانه انا لسه طالب يعني مبتدئ، فبحتاج انه واحد يساعدني ويدعمني في التركيب مشان ما يصير اخطاء في المعرض. نعم. علاء، يمكن كنت بحاجه لناس تدعمك ولناس صحيح. ممكن تتبع معك وتشرف عليك وتحكي لك هيك صح هيك مش صح، بس فعليا هلا علاء بعد ظهور هذا المنتج وانت يعني بالنهايه انجزته باعتبار، ففعليا ايش اللي علاء بحتاجه للمستقبل لحتى هذا المشروع، مش فقط انه احنا عملنا مشروع وخلص احنا نموذج جهزناه. هو كان بده يتم التطوير عليه بشكل اكبر. طبعا اشتريت بس لاسباب امنيه ممنوع استخدامها عندنا بفلسطين، نتحكم فيه بشكل كامل عن طريق الانترنت يعني عليها ممنوع. فان شاء الله في المستقبل بيتم تطويره انه يصير يحمل اوزان، لانه وزنه ثقيل شوي فبكون سرعته خفيفه. بيتم تطوير عليه انه يمشي يتخطى جميع العتبات والعقبات. حلو. واكيد يعني مثل هذا المشروع بالنسبه لرجال الدفاع المدني مهم في مجتمعنا وسيلة. وفي حياتنا، لانه بوفر عليهم وقت في وجهد انه بس يطفوا الحريق.
طب مين اللي داعمين لك في هذا المشروع؟ يعني حكيت عن الأسرة، حكيت عن في الجو المدرسي كيف كان التنافس. ما بنسى الأستاذ رامي جراب اللي أشرف على المشروع، ومدرستي دعمتني يعني معنويا وكل أشكال. يعني أكيد إحنا علاء بنتمنى لك كل التوفيق وكل نجاح، وإن شاء الله نشوف دائما في إبداعات من قبلك ونشوفها مشاركة عالميا وأيضا حاصلة على براءة اختراع. بتعرفش يعني شو الأيام مخبية. لا كل التوفيق. والفكرة حلوة، يعني أنت بتحكي عن اللون أكيد راح يكون أحمر، يعني سيارة الدفاع والدفاع المدني، بس انه كاميرا يعني رجل واحد بنغامر بجهاز اكثر من غامر بارواح، مزود بكافه التقنيات والاليات اللي بتسهل وبتساعد بالتاكيد في مجال الانقاذ. احنا اكيد بنشكرك علاء محمد سلامي صاحب مشروع التكنولوجي ريبورت اطفاء الحرائق، مشكور جدا.